فيحسن التركيبة المهبلية ويقلل من الضمور المهبلي. يقوم بالمساعدة في استئناف وظائف طبيعية وحيوية ومحسنة لتشريح المنطقة التناسلية، وبالتالي يحدث تحسن كبير في عملية التمثيل الغذائي للخلايا الليفية، وهي المسؤولة عن إنتاج الكولاجين الجديد وحمض الهيالورونيك، وكل هذا دون أي إزعاج شديد للمريضة وفي خلال فترة قصيرة من الوقت. ونرحب بكم في مركز برايت الطبي للرد على جميع تساؤلاتكم، وأهلا وسهلا فيكم.